الموسم الرابع عبقرية الأصحاب والمجموعة الرابعة، وهفكركم بالنتيجة 40 أندر دوجز 40 ألفا، وما عندناش تغييرات. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط كريم، هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. رنا، اتفضلي مكان. الأسئلة مش صعبة، بس عايز الإجابات بسرعة. حاضر. بصوت واضح. اتفقنا؟ اطمن على كريم. تحت الضغط كاونتر. في أي محيط تقع جزيرة سانت هيلينا؟ الهادي. غلط. في عهد أي ملك مصري تم بناء الهرم الأحمر؟ زوسر. غلط. فنان راحل قام بدور محفوظة بطائية في مسرحية هلو شلبي، فمن هو؟ سعيد صالح. صح. ما هو اسم أول جريدة مصرية صدرت عام 1828؟ الوقائع. صح. ما هو الحمض الذي يساعد في الوقاية من فقر الدم؟ فوسفوريك. غلط. رفقاء الليل هي مجموعة قصصية لكاتب مصري راحل، فمن هو؟ أنيس منصور. غلط. ما هو حاصل قسمة 210 على 3؟ 70. صح. احكي يا شهرزاد هي أغنية المطربة مغربية، فمن هي؟ فصل. احكي يا شهرزاد. غليل الليل اللي طلع النهار، مش فاكر. اتفضل. سليم، عايزين كريم ينضم لينا. 3 من 8. كان ممكن تعمل احسن من كده يا رنا، ده في رايي يعني. كريم، اتفضل مكاني. كريم، عايز تعرف رنا عملت ايه ولا لا؟ احب. 3 اجابات صح من 8. تحت الضغط كاونتر. في أي محيط تقع جزيرة سانت هيلينا؟ الأطلنطي. صح. في عهد أي ملك مصري تم بناء الهرم الأحمر؟ اسمه سرت. غلط. فنان راحل قام بدور محفوظة بطائية في مسرحية هلو شلبي، فمن هو؟ سمير غنم. غلط. ما هو اسم أول جريدة مصرية صدرت عام 1800؟ وقائع. صح. ما هو الحمض الذي يساعد في الوقاية من فقر الدم؟ حمض الاسكوربيك. غلط. رفقاء الليل هي مجموعة قصصية لكاتب مصري راحل، فمن هو؟ حسن القدوس. غلط. ما هو حاصل قسمة 210 على 3؟ 70. صح. احكي يا شهرزاد هي أغنية المطربة مغربية، فمن هي؟ سمير سعيد. صح. ما هي اللغة الرسمية لدولة البرازيل؟ اسباني. يا راجل يا راجل، فضل يا راجل، اللغة البرازيلية. برتغالي. طبعاً برتغالي. كم إجابة صح؟ 4 من 9. 4 من 9. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. في عهد أي ملك مصري تم بناء الهرم الأحمر؟ سنفرو. سنفرو. أيوه. هرم الماء برضه نفسه. ما هو الحمض الذي يساعد في الوقاية من فقر الدم؟ الفوليك. رفقاء الليل للدكتور أحمد خالد توفيق. ما هي اللغة الرسمية لدولة البرازيل؟ سؤال. انت هتزعل زعل. بص يارا مش هترحمك. هو اسماعيليه هيضربوني هناك بجد. في الاسماعيليه هيضربوك؟ كويس، انا كده مبسوط. احنا برازيل اصلا، احنا بنتكلم برتغالي زيهم. يا سلام. ماشي، نحيي كلنا كريم ورنا. رنا وكريم، النتيجه اتغيرت وبقى في فرق. في فرق في النقاط. اندر دوجز كنتوا كام؟ 40. 40 واربع اجابات صح. بقيتوا 60 و10 نقط هديه. بقيتوا 70. ورنا كنتوا كام؟ 40 و3 اجابات صح، 55. ودلوقتي مع الفقره الخامسه، فقره ضربات جزاء. ضربات جزاء. 25 نقطه لفريق واحد بس، واول 2 اسماء وسارة. اتفضل سارة واسماء. السؤال الاول، فنون. من هو الفنان الذي قام بدور دكتور عمرو في مسلسل لحظات حرجة؟ بطولة عمرو واكد، محمود عبد المغني، بشرة، رندا البحيري. مين؟ أمير كرارة. أرضك، تفضل. عمرو، هات معك ورقة وقلم. وأندرو، أندرو وعمرو. السؤال الثاني، حل مسألة الآتية، 888 على 4 في 6 يساوي كام؟
888 على 4 في 6 يساوي كام؟ 1332. برافو عليك أيمن. أيمن سبحان الله فعلا عندك يعني ملكة وموهبة غير عادية إنك تقدر تجاوب أسئلة صعبة كده من غير ورقة وقلم. ما عندناش أهداف، يارا ورانا، رانا ويارا. السؤال الثالث، معلومات عامة، في أي عاصمة أوروبية يقع جسر ألما؟ بناه المهندس بول مارتن على مدار سنتين مدريد في القرن 19. مدريد إجابة خاطئة. الجسر ده شاهد على حادثة وفاة الأميرة ديانا. يارا؟ لا طبعا، الجسر ده بيصل بين شاطئي نهر السين. فرنسا؟ إجابة خاطئة. بالضبط كده، في باريس. ثلاث أسئلة ما تجاوبوش، ولكن أنا في رأيي إن الرابع ممكن يتجاوب. إسلام وكريم، كريم وإسلام، سؤال ممكن يبقى بخمسة وعشرين نقطة. سؤال الرابع، أدب، من هي الروائية المصرية المعاصرة مؤلفة كتاب الكاتبات والوحدة؟ اتنشرت 2020. ريم بسيوني؟ لا، مش ريم بسيوني. إجابة خاطئة. مش هتخسر حاجة. مرال الطحاوي؟ مرال الطحاوي. إجابة خاطئة. بص الأباني منهار إزاي؟ منهار. أربع أسئلة ما تجاوبوش. طبعاً الإجابة الصحيحة نورة ناجي. سؤال بخمسة وعشرين نقطة، اعتمد على السرعة ليكم انتو التمانية. الهدف الذهبي، جغرافيا، ما هي أكبر دولة غير ساحلية من حيث عدد السكان في قارة إفريقيا عام 2023؟ عدد سكانها. إجابتك الأول إن شاء الله أثيوبيا. أثيوبيا. الهدف الذهبي، 126 مليون نسمة، مساحة الدولة 1,100,000 كيلومتر مربع. أندر دوغز 95، 55 ألفا. أندر دوغز هادين، بيجاوبوا مركزين أكتر بكتير من ألفا. الحمد لله بعد الماتش اللي فات عالجنا نقطة الضعف اللي كانت عندنا واستعدنا أكتر، والحمد لله ربنا وفقنا وحسمنا ضربات الجزاء، وهنحاول ان احنا نحسم الماتش في عجلة الحظ ان شاء الله. طبعا لو فريق الفا مركز في الفقرة الاخيرة هتطير الثلاث نقاط، واندر دوجز هيبقوا اول المجموعة بست نقاط. كان عليا امل كبير في فقرة ضربات الجزاء ان انا اخطف ال 25 نقطة، بس ما توفقتش، وان شاء الله هنعوض في عجلة الحظ. خلينا نشوف عجلة الحظ هيبقى رأيها ايه، وال 100 نقطة دول هيتوزعوا ازاي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 70 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 150 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.